طلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر استعداده لدراسة عرض الجزائر للوساطة، مشددا في الوقت ذاته على أن مدة الفترة الانتقالية سيتم تحديدها من خلال نتائج منتدى وطني شامل. يأتي إعلان النيجر هذا بعيد إعلان الجزائر أن نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حل سياسي في البلاد. يشار إلى أن الخارجية الجزائرية ذكرت في بيان يوم أمس بأن المجلس العسكري النيجيري أرسل إلى الحكومة الجزائرية ما وصفته بمراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة.